اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ المصري كالعاده، يوم الاثنين من كل اسبوع بتبقى اكلاتنا من المطبخ المصري. من نعم ربنا على الانسان كل حاجه سواسيه في الارض من ناحيه الماتيريال بتاعنا، اذا احنا بنستخدم بتنجان طماطم بصل الماتيريال العادي اللي موجود، ولكن اللي بياخدنا من مطبخ لمطبخ هي لغه الانسان في المطبخ. يعني ايه؟ توابل ومشتقاتها. المطبخ المصري معروف عنه التحبيشه بتاعه التوابل، والدليل على كده طبق الكشري العالم كله بيتكلم بيه، شويه ملوخيه بالارانب حكايه، ما تنسيش طبعا الحواوشي بتاعنا الجميل الحلو. الناس بتقلدنا بره، ممكن يكون في شويه تفاصيل ولكن الطعم المصري لا طبعا لا يقارن بشيء. النهارده معانا صينيه بطاطس بالفراخ، سوري باللحمه. كلنا بنعمل صواني البطاطس باللحمه بطرق مختلفه، انا هعملها النهارده بطريقتي، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. توابلنا هي هيها، كمون، كزبره، مستكة، حبان، الحاجات اللي احنا متفقين عليها، ولكن طريقه التنفيذ نفسها هتبقى طريقه بسيطه وسهله تقدر كل ام تعملها. معانا البتنجان الجميل الحلو ده، ابو قلب ابيض زي الشيف، احنا الاثنين لابسين زي بعض. حلو يا شفيق؟ البتنجان ده هنعمله مع بعض النهارده بابا غنوج، هنشوف نعمله ازاي بطريقه لطيفه وبسيطه. الزبادي والطحينه الاثنين ينسجموا مع بعض، يبقى ماسك نفسه كده ويفتح الشهيه على السفره بتاعتنا. معانا طبق النهارده معروف في الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبير ومن على الكورنيش، الرز المعمر. يا رب هنعرف نعمله زيكم ولا لا، زي امهاتنا بالتاكيد لا، يعني دي مش عايزه نقاش. انا بعمل حاجات متفقين ان هي واخده الطابع المصري ببقى مخضوض. فالرز المعمر النهارده هجتهد واعمله بالقشطه والسمنه البلدي، مفيش كلام طبعا. ولكن النهارده وحقوق الطبع لدينا وبس كالعاده على شاشه القناه الاولى، كيكه بالجزر كلنا بنعملها يا مغازي. ايه الجديد النهارده؟ كيكه بالجزر، هتشرب شربات المستكه. في شربات مستكه يا شيف؟ الكلام ده نشوفه في التفاصيل ان شاء الله بعد ما ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله، ولكن المطبخ مصري بالتفاصيل بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف. النهارده مع بعض خلونا نشوف مع بعض نعمل ازاي كيكه بالجزر بشربات المستكه. تفاصيل، لما بنقول حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى مش من فراغ، دي خبره وخبره طهويه بالذات. تعالوا مع بعض نشوف مقاديرها على الشاشه. جزر مبشور، وده موجود في اي سوبر ماركت منه الاصفر، طبعا هو الموسم بتاعه دلوقتي الاصفر. معانا من الزيت نص كوب، حليب 1 كوب، بيض 4 بيضات طالعين من التلاجة مسبقا قبلها ب 10 دقايق، السكر تقريبا كوب وربع ونص كوب من الزيت، والبيكنج باودر والفانيليا، وما تنسيش الدقيق طبعا، كوبايتين من الدقيق، والمستكة بتاعتنا للشربات او كوبين من الشربات مع المستكة. التفاصيل هنشوفها لما نيجي نعمل الشربات. خلونا اول حاجة نقلب المقادير السائلة اللي هي عبارة عن زيت وبيض وسكر. شيف المغازي علمنا لما تخلط البيض علشان تاخد القوام اللي انت عايزاه والبيض يتقلب بسرعه، لازم تعملي ايه؟ تحط البيض على السكر اول حاجه. يعني دايما المقادير الكيكه بيبقى فيها خمس ست عناصر سوائل، اذا كان حليب ولا شربات ولا عصير برتقال ولا زيت، فلازم تخلطي اول حاجه البيض مع السكر. دي اول حاجه، مع فانيليا. فاحنا كده ضمننا الزفاره بتاعه البيض مش موجوده زي كده، والسكر اهو. حلو اهو، تمام. دايما اعلمك حاجه، لما تقف في المطبخ لازم تفهمي انك انت بتحط ايه على ايه عشان يبقى في الاخر ايه. دي فزوره يا شيف. يعني انا بحط الكمون على الفول ليه؟ علشان اعالج مشاكل الغازات والكولون. بحط الكزبره في طشه الملوخيه ليه؟ عشان الكزبره متسجله على الاقامه بتاعه الملوخيه، من غيرها ما تبقاش طش. هنقلب البيض بالسكر والفانيليا. تقليب سريع كده زي الفل، اتاكد ان فيه كده بقى ماده لزجه البيض ودم مع السكر. ننزل بالزيت، ممكن ربع كيلو، ممكن سوري ربع كوبايه او نص كوبايه. يلا سريعا. هو ده. شايف القوام ده؟ يلا بص القوام. القوام تعرف ان القوام ازاي؟ اول ما بترفعيه بالمضرب كده يبقى ماسك نفسه كده، خيوط ما يسيبش. اعرف ان تقلب كل حاجه مع بعضيها، الزيت والسكر
والبيض. شايفين الخط؟ هو ده هو ده. تمام، نحط بعد كده الحليب. زي الفل كده الحليب. هنا مفيش هيبقى فيه قوام، يعني لما نرفع المضرب مفيش قوام طالما حطينا الحليب. القوام في حالة خلط الزيت مع البيض والفانيليا. عندنا بقى يا عم الشيف ايه الدقيق بتاعنا. اللهم صل على النبي. الدقيق دايما في حاجات كده بتتباع في الحاجات في السوبر ماركت او في المحلات بتاعت الادوات المنزليه، اللي هي تدخلي بيها الدقيق تضمني انك انت ينزل بالشكل ده كده سريعا كده. حلو، عايزاه ينزل بسرعه بالمضرب كده. دي يعني خطوه سريعه. العيار معانا ده تقريبا كوبايه ونص من العيار. ايدك شغاله كده، هي يعتبر زي المصفى بس حاجه سريعه. دي للسكر البودر وللدقيق بكميات قليله بالشكل ده كده. كل الكميه كده زي الفل. ونقلبهم كده مع بعض نشوف القوام اهو زي الفل. دي هتحتاج شويه تاني كمان مع بعض اهو عشان ننزل بالجزر بعد كده ويتقلب. ناخد تاني شويه دقيق مع بعض بسرعه كده. اللهم صل على النبي. دايما الدقيق يفضل انك تدخليه حتى لو كان متخزن عندك. دي تاخد كمان نص كوبايه من دي او نص عيار من دي. حلو قوي. قلنا نقلبهم كده. حلو قوي. ليه يا شيف بتدخل الدقيق؟ عشان يديك الماده الهشه وفي نفس الوقت لو في اي مشاكل تراكمات دي متخزن عندك جبتيه من السوبر ماركت غصب عنك ومتخزن الحاجات دي كلها والتفاصيل ديت. زي الفل. نقلبهم تاني مع بعض. حلوة القوام ده. انا عايز اول ما احط المضرب كده بعرف ان هي كده تمام. اخلص من قصه المضرب وبعدين انزل بكميه الجزر اللي معايا. شيل ده كده على جنب. معانا قالب بقى. القالب ده ممكن يكون قالب مستطيل، ممكن تكون صينيه عندك بتاعه الكيكه. حلو، في حاجات طبعا فورمات كده لعمال الكيك معروفه استفيدي بيها وتطلع لك اشكال حلوه. احنا هنجيب القالب بتاع التوست وده معروف طبعا اهو موجود معانا بالشكل ده كده. وناخد الجزر ينزل هنا كده كميه الجزر اهي. جزر مبشور، اوعى تحط الجزر في الميه، تبشريه على طول وتنزليه كده عشان الماده السكريه اللي موجوده فيه بالشكل ده كده اهو. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنقلبه. ده ما يتقلبش بمضرب، يتقلب كده بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. وعندنا القالب جاهز والقالب غالب. جزر. شفت القوام ده كده؟ كيكه بالجزر. لغايه دلوقتي يا شيف وغازي انت ما عملتش حاجه جديده، انا بعمل ده. الجديد ان دي لما تطلع من درجه حراره فرن 180 وتستوي تقريبا بعد 35 دقيقه عشان بدات بيها، تلاقي الشربات وزغروته كبيره من الشربات الحلو بالمستكه. هنشوف ازاي هنعمله مع بعض دلوقتي. هننزل بقى في قلب القالب. لغايه فين يا شيف؟ التلتين تقريبا. هي الكميه بالظبط. بسم الله ما شاء الله ربنا مبارك. العيار زي الفل. هننزل كل الكميه كده. الفرن اخباره ايه؟ مأمنين وزي الفل. درجة حرارة الفرن 180. هندخلها الفرن يا عم الشيف ونشوفها بعد ما تطلع من الفرن شكلها ايه. مكانها فين في الفرن؟ نصلي على الحبيب قلبك يطيب. لان هنا التركاية بقى، هنا التركاية اللي نخلي بالنا منها. بننزل الشبكة دي هنا كده. معايا كده؟ حبايبي فرسان التلفزيون المصري. هناخد القالب زي ما هو كده. اللهم صل على النبي. بهزه كده واخبطه الخبطة دي كده واحطه هنا. اللهم صل على النبي. بص عليه كده نظرة، ايه الجمال ده. طيب خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل، وبعد الفاصل نشوف الجديد اللي عمله الشيف ده. وارد ان احنا بنعمله، ولكن الجديد دايما عندنا وحقوق الطبع لدينا وبس. ازاي اعمل شربات المستكة، شربات الحبهان، شربات القرفة، شربات الفانيليا. التفاصيل دي هنشوفها بعد الفاصل. تروحوا بعيد تابعوني.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، بظبط النار بتاعتي علشان الاكله اللي انا عاملها دلوقتي محتاجه صدمه ناريه قويه جدا. هنشوف مع بعض تفاصيل عمل صينيه البطاطس باللحمه. انتوا اشطر مني في عمايلها، كلنا بنعملها صح، بس تعالوا شوف المغازي يعملها النهارده ازاي بطريقه سهله وبسيطه، واحنا مع بعض كده خطوه خطوه. حلو الكلام. المقادير على الشاشه، نبص عليها كده. معانا لحمه عينية، معانا لحمة، ومعانا بطاطس زي الفل يا عم الشيف، ومعانا طاسة شديدة الحرارة معانا، ومعانا التوابل بتاعتنا بصل وتوم ملح وفلفل، شوية كزبرة، شوية كبون، مكعبين من الزبدة، معلقة سمنة بلدي مش هتقول لأ، وحاجات بسيطة يعني، بس هي الطريقة نفسها الطريقة مختلفة شوية. حلو الكلام؟ حلو الكلام. أول حاجة هاخدها اللحمة أتبلها. عينية الاتنين، اللحمة هاخدها أتبلها. البطاطس هنا جاهزه معايا اهي، وناخد اللحمه كده نتبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. حته لحمه كندوز ماشي، ضاني ماشي، بقري ماشي، زي ما انت عايزه يعني، مش هي دي المشكله، المشكله الفكره نفسها والطريقه. طبعا حطيت لي اللحمه على نعناع عشان طبعا الشكل. وانصحك نصيحه، اوعي في حياتك تغسلي اللحمه بعد ما تقطعيها. حذاري، لحمه جبتيها من عند الجزار متقطعه خلاص، ما تقعدوش بقى في البيت تغسلها بميه سخنه والجو اللي احنا عارفينه ده خالص، خلي بالك، ابعد عن القصه دي علشان اللحمه لونها ما يتغيرش وما تبقاش لطيفه يعني، يبقى شكلها حلو. حط فلفل اسود، شويه ملح صغيرين اهو، وشويه الكمون، وشويه الكزبره. كمون يا شيف، انا حبيبها بالكمون كده، والكزبره، سن البابريكا صغيرة. حلو. ونحط شوية زعتر حلو. وناخد اللحمة دي يا عم الشيف بفص توم حلو محترم كده، مع بصلية ناعمة، وقلبها تقليبة كويسة. حلو. لحمة، توابل، بركة ايدك كده، صوابع ايدك العشرة، سيبك من مكسبات الطعم اللي بتتجاب دي والتوابل اللي من عند العطار، تلاقيك انت بتطبخي نفس الطعم، وجارتك نفس الطعم، وام سعده نفس الطعم، وام حماده نفس الطعم، تروح عند الجزار او عند بتاع التوابل تقول له ايه؟ اديني توابل الكبسه، اديني توابل صينيه بطاطس، اديني توابل الرز. طب انت عملت ايه؟ بتتفرجي على الشيف المغازي ليه بقى؟ تجيبي تشكيله التوابل عندك وتبداي انك انت ايه؟ تحطي التوابل اللي انت حباها بالتركيبه اللي انت حباها، دي مهمه جدا على فكره. هنحط شويه زيت صغيرين في طاسه شديده الحراره. اللحمه عندي ما فيهاش دسامه عاليه يعني، ممكن احط معلقه سمنه كده صغيره يبقى معانا بالشكل ده كده. وناخد اللحمه دي يا عم الشيف نشوحها تشويحه بصدمه ناريه قويه اهو. ومعانا بطاطس هنشوف نشتغل فيها ازاي مع بعض دلوقتي. اللهم صل على النبي. واسيب اللحمه كده ايه تعيش اللحظه مع الجريلا السخنه دي كده، والصحن ده والطبق ده والصينيه دي هقدم فيها صينيه البطاطس. خلي بالك يعني، انا راسم في راسي، كانوا عملوا استضافه مع طبعا المصري الجميل الفرعوني اللي مشرفنا بره، كابتن العالم كله محمد صلاح اللي انا بحبه، فبيساله طبعا المذيع بيقول له اوصف لي انك انت لما بتجيب جون بيبقى احساسك ايه؟ قال له انا برسم الجون قبل ما بجيبه او قبل ما بدخله، قبل ما ينفذوا يعني، بيرسموا كده ويحلم بيه ساعات يعني. هيلاعب بكره مثلا اي فريق، مدريد مثلا او برشلونه، فلازم يحلم بالايه؟ يعني انا ماليش في الكوره قوي، بس خلونا نتكلم الحكايه دي، يحلم بالجون وبشكله وبتفاصيله قبل ما بيجي. انا كمان برسم الطبق قبل ما وانا بشتري الخضار بتاعه، بس عشان المناسبه يعني. فانا برسم الطبق ده هيتقدم في نفس الصينيه، فلازم الشكل ده كده اللي انا برسمه ده كده. حلو. دي المناسبه يعني، عشان ما اقولكش الشيف المغازي بيتكلم اي حاجه في اي حاجه. هنجيب صينيه ونجيب البطاطس بتاعتنا بالشكل ده كده، تقطع رؤيه جدا. دي البطاطس احنا مقطعينها كلها، بس قلت للمساعده بتاعتي خلي لي كده واحده اقطعها بالشكل ده كده اهو، عشان حضراتكم تشوفوها اهو 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 اهو، زي الشيبس كده بس الرقيقه تخينه شويه. هنا البطاطس جاهزه عندي في ميه بتغلى على النار، الميه دي اهي بحط فيها شويه ملح صغيرين، ميه بتغلى على النار، وفلفل اسود
زي الفل، واخد البطاطس دي يا عم الشيف احطها في الميه اللي بتغلي دي كده. شفت ما عملتش حاجه. ميه بتغلي واحط فيها الايه؟ حته اللحمه. لما تروحي البيت انت شاكه في اي حاجه تغسليها بميه ساقعه، ميه بارده يعني، ما تكونش ميه سخنه. لو الميه نازله من الحنفيه سخنه سيبها لما تبرد في الثلاجه. اللحوم والاسماك والدجاج يا اخوانا لازم لما نيجي نغسلها لعند الشك باي حاجه لازم تتغسل بميه ساقعه، ما تتغسلش بميه سخنه. لو غسلناها بميه سخنه بنفقد الشكل والجمال والقيمه الغذائيه اللي موجوده في حته اللحم. حلو الكلام، لازم نفهم كده. اللحمه بتستوي على في الطاسه او في الحله اللي انا شايفها قدامي وراسمها هتتقدم يبقى شكلها ايه. اقلب حته اللحمه وهي في الطاسه كده، اقلبها بالراحه وانا واقف، وعلى البطاطس بتاعتي ما تاخد غلوه في قلب الصينيه واحنا شغالين مع بعض كده. حلو الكلام. نقلبها بايه؟ اللهم صل على النبي. خدت الصدمه، لونها هيتغير الشكل ده كده. خليني اجيب حاجه كده. اهي شفت اللون ده كده. لازم اللحمه يبان حمرها وجمالها كده وانا شغال. بعد الصدمه النيريه دي يا شيف بدون اي ميه في قلب الطاسه هنبدا نرص البطاطس دلوقتي بشكل حلو قوي. تبقى اللحمه تحت والبطاطس فوق، ونزينها بقى او نجرنشها بطرنشين من الطماطم. عايزاها بيضه بالكريمه هتحط لها ايه؟ شوربه. تحط لها شويه كريمه لباني في الاخر. عايزاها بالطماطم زي ما عملها دلوقتي بالطماطم المتسبكه زي ما انت حابه. شايف التحمير بتاع اللحمه؟ طريقه سهله خالص. حلوه قوي. طب اللحمه بعظمها مفيش مشكله زي ما هي. البطاطس اخبارها ايه؟ غلوه كده على النار، والغلوه دي مهمه جدا. البطاطس هنا بتحل، يعني ايه بتحل؟ يعني تبقى جاهزه للسوى. ما تسيبهاش لما تستوي. بس الميه تغلي في قلب البطاطس بالشكل ده كده. حلو الكلام؟ حلوه. والسؤال ده جانا من الكنترول دلوقتي حالا، ليه ما نحطش البطاطس تستوي مع اللحمه؟ انا بشوي اللحمه دلوقتي، والبطاطس لما انا احطها مع اللحمه هي هتاخد وقت كبير في السوى، خلي بالك ده مطلوب. احنا على الهوا مع بعض، فانا عايز ابين شكل البطاطس باللحمه. الطريقه ديت بتوفر الوقت، وفي نفس الوقت انا ما فقدتش قيمه غذائيه من البطاطس، لان الميه اللي انا سالق فيها البطاطس او اللي هي بتتحل فيها هاخد منها واشرب هنا واشربها مع اللحمه بتاعتي. فانا كده بلعب على الحتتين، يعني ان اللحمه بتستوي والبطاطس بتستوي قدام عينيا، وفي الاخر ارصها واقدمها. انت بقى عندك وقت تقدري انك انت تحطها كلها ني في ني وتحطيها، دي طريقه مختلفه. بس انا حابب الموضوع ده علشان تبقى البطاطس واخده الشكل بتاعها اللطيف مع صوص الطماطم اللي انا عامله دلوقتي ومتسبك اهوت زي الفل. دي طماطم متسبكه جاهزه. البطاطس اهي شايفه دي كده عندك اهي زي الفل. اهي دي بطاطس متسبكه. شفت ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الثلاثي الحلو ده؟ بطاطس جنبي بتاخد غلوه على النار، حته اللحمه اللي جايبها من عند الجزار بتستوي في الحله، ومعانا صوص الطماطم الحلو. نبدا ناخد البطاطس بالشكل ده كده بقى ونرصها كده. شفت الجو؟ شفت شكل البطاطس بعد ما خدت غلوه على النار؟ حلت اهي، تلاقي البطاطس لونها اتغير شويه. نحطها في قلب اللحمه كده، لان لغايه دلوقتي بنيجي نعمل صينيه بطاطس باللحمه وده بيحصل، بنلاقي اللحمه مستويه وزي الفل، والبطاطس لسه فيها العرق بتاع السوى ما استواش القطمه. فانا بحب البطاطس تبقى مهريه جوه اللحمه، اسيب اللحمه للضيوف واكل البطاطس. شفت الجو ده كده؟ طريقه جديده وسهله، وزي ما قلت لحضراتكم نفس الصينيه اللي بتعملي فيها اللحمه انت هتقدمي فيها البطاطس اهي بالشكل ده كده. الرصه دي مطلوبه. شفت الجو ده كده؟ طريقه سهله خالص. اللحمه تحت، خلي بالك لازم نتعب علشان نوصل للحمه تحت. يعني دي لما تقدم على السفره لازم نتعب عليها شويه. زي الفل. ارص البطاطس بالشكل ده كده على الوش. لو في شويه هيفضلوا عندك مفيش مشكله، ممكن تعملها بوريه او تعملها سلطه مع تونه مع لحمه مفرومه طبق تاني، بس انا هحطها كلها لان الصينيه محتاجه لها كلها. شفت انا بعمل ايه دلوقتي؟ باخد صوص طماطم كده. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ شفت بقى الفكره هنا؟ عينيا زي الفل كده تمام. واسيبها كده يا عم الشيف. شفت الجو ده كده؟ هتحتاج مني شويه ميه،
ركز بقى في المعلومه اللي جايه دي اهو. ما تجيبيش ميه من البراد بقى او ميه من الحنفيه خالص، ازعل منك بقى. اعمل ايه يا عم الشيف؟ زي ما انا كده واقف اهو معاكم، بجيب الحله اللي كانت بتستوي فيها البطاطس اهو، واخد شقشاق الميه بتاعي. الله، ودرجه حراره الفرن عندي 180، بدخلها الفرن. هتسيب اللحمه للضيوف وتاكلي البطاطس الحلوه دي كده. يلا زي ما هي. صينيه بطاطس بتتكلم مصري لانها معموله من ايد شيف وخفه دم مصريه. الورق النعناع الاخضر ده كده عليها، العود الروزماري الحلو ده كده عليها، دلعيها بقى تعبت فيها. هنفتح الفرن وندخلها مع بعض ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. لا ده في حاجات في الفرن يا شيف، هتروح فين دي بقى؟ هو ده الكلام، ده اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي. بص عليها كده، هنعمل حركه لطيفه دلوقتي مع بعض. الفرن فيه صينيه من تحت، هنشيلها كده ونسحبها. عيني حبيبي اهو. ونحط دي هنا كده. يلا تعالي يا حلوه، الصينيه دي زي ما هي كده، زي ما هي. في درجه حراره الفرن 180، اللهم صل على النبي. يلا مع السلامه. بص على الفرن وبص على الحلاوه. ايه الجمال ده؟ ايه الجنينه الخضراء في قلب الفرن؟ نعناع، روزماري، بطاطس، طماطم مع حته لحمه كندوز زي الفل. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل، عندنا حاجتين هنعملهم. بابا غنوج هنشوف نعمله ازاي بطريقه سهله وبتكنيك بسيط سهل، وهنعمل شربات المستكة مع بعض، نعمله بالحبهان، نعمله بالقرفه، ايه مدرسه عمل الشربات بفليفر احنا حابينه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ولكن في الفاصل في كواليس كده لازم تعرفوها. بيقولوا لي يا شيف وغاز صينيه البطاطس باللحمه دي هناكلها معاه بالعيش ولا بالرز ولا بالمكرونه؟ لو سالتوني انا شخصيا للامانه، انا لو عندي صينيه البطاطس دي عندي كده وقعد على السفره، لازم رز معمر، برام رز معمر. عشان نعمل للامانه برام رز معمر احنا محتاجين من الوقت على الهواء ساعه ونص تحضير، مثلا نقول 10 15 دقيقه، ومحتاج يتحط في الفرن لمده ساعه كامله. عشان احنا بنحبكم، هو جاهز معانا، احنا عاملينه. المصداقيه والشفافيه شعارنا على شاشه القناه الاولى، للامانه. هنقول دعم الناس ازاي؟ انا بعمل حاجه مسبقا بشرح اتعملت ازاي. صلى على الحبيب قلبك يطيب. استاذه رحاب نشوف المقادير على الشاشه بعد اذنك. رز مصري. لازم رز مصري، ومعانا حليب كامل الدسم. معلقتين سمنه بلدي حلوين من اللي قلبك يحبها. جايالك هدية مع حماتك نهاية الأسبوع. رشة ملح صغيرة وشوية ملح، ولو حطيت شوية فلفل أسود كده أنت حابة الجو ده عشان يفكرك بالرز المعمر، ماشي. ده اسمه برام رز. التفاصيل هنا، إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ الطبق بيتكلم مصري. ده بنحط الحليب، أنا دايماً بحب الحليب يغلى على النار، طبعاً أنتوا بتعملوه أحسن مني. والرز بتاعنا يتغسل، وبعد ما يتغسل يبقى عندنا بالشكل ده كده. جاهز يعني اهو، لازم يتغسل ويتركن شويه، وبعدين نحطه في البرام مع حته سمنه بلدي حلوه، البرام يسخن في الفرن، وبعدين نحط عليه الحليب وندخله، ونسيبه بقى يطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، يبقى لطيف وجميل، ده قبل وده بعد، بس ده من غير الحليب. والسمنه البلدي اللي جايلك هديه وحطها في الثلاجه، لما ماما تيجي طلعيها، طلعيها وما تبخليش على الولاد، واعملي شويه رز برام معمر زي الفل. في العيد عندنا أول يوم وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، حلو كده؟ عندنا مفاجآت في العيد بإذن الله، من راس الخروف لغاية الحلويات بتاعته، لغاية العكاوي، لغاية صينية رقاق باللحمة، كل حاجة تحلموا بيها مع لحمة الأضحية، لأن إحنا المصريين فينا عادة بتتورث لأجيال ثم أجيال، لأن عندنا الأطفال بيعيشوا اللحظة دي، الباب يخبط، شوف يا ابني عمه على الباب، شوف خالته، شوف فاتورة الكهرباء جاية، شوف فاتورة الغاز جاي، يفتح يلاقي لفة لحمة. معانا ثلاث ايام في العيد، هدايا بتاعت العيد. بمناسبه عجينه البيتزا بالبطاطا، البطاطا لازم نركز عليها شويه في استخداماتنا، لان البطاطا حاجه حلوه، ممكن نعمل منها العيش، نعمل منها البيتزا، نعمل منها الكب كيك، تبقى لطيفه وجميله. حاضر عينيا الاثنين. واحنا عملناها على ما اعتقد يا استاذه ريحان. موجوده على السوشيال ميديا. موجوده على السوشيال ميديا. نشوف مدير بابا غنوج. سموه بابا غنوج ليه؟ لان بابي كان يحبه كتير قوي. مقادير على الشاشه. بتنجان مشوي، وهعلمك ازاي تشوي البتنجان حلو وياخد طعم المشوي. شوينا البتنجان، بتجيب البتنجانيه حلو، تعملي فيها ايه؟
تخرمها خرمين ثلاثة بالسكينة، وبعد كده تحطها على عين البوتاجاز، العين اللي بتعملي عليها الكنكة القهوة. حلو الكلام؟ تشيط شوية، تشم ريحة البتنجان المشوي اللي عليها شوية. وفي دلوقتي شواية كده اللي هي الشياطة بتاعة الرز، ممكن تشوي عليها البتنجان، دي موجودة بثلاثة تعريف عند اخواننا بتوع الأدوات المنزلية. تشوي عليها البتنجان، مش لازم تجيبي طاسة بقى وتقول للراجل جوزك هات لي جريلا والجو ده كله، مش لازم خالص، خلي بالك. الشياطة تشوي عليها البتنجان، شويت البتنجان بتدخليها الفرن تكمل سوا، تطلع من الفرن بعد التسوية التامة تشتغلي فيها زي ما أنا شغال كده بعد التقشير وهي تبرد. أحلى بتفور مقاديره كوبين من الدقيق بنفس العيار، عيار زبدة، نص كوباية، يبقى كوبايتين دي معاهم كوباية زبدة طرية ودرجة حرارة المطبخ. حلو الكلام، عشان البوتفوليو يقرمش معاك ويبقى لطيف حط له معلقة نشا للمقادير، وتحط فانيليا وتحط بيضة وتعجن العجينة زي الفل، وتحط سنة بيكنج باودر عشان تبقى العجينة معاك قطمة وزي الفل، وبياض بيضة، تعجن العجينة وبعد كده تشغليها عذاب الشوكولاتة، بتقسمي نصها تحط لها كاكاو والنص التاني أبيض وتلفيها وتعمليها، وإن شاء الله نعمل لكم البيتفور في كل المناسبات. تعالوا نبص نشوف الفرن فيه إيه. بص على الفرن كده، بص على الحلاوة، كيكة بالجزر في الفرن هطلعها بعد شوية، لسه صينية البطاطس في الفرن، التفاصيل كلها موجودة أهي. هنقفل الفرن بتاعنا وتعالوا نشوفوا مع بعض نكمل موضوع البابا غنوج إزاي اللي شفنا مقاديره على الشاشة. بحط التوم، اللهم صل على النبي، ده توم نية. حلو كده الصورة حلوة، مخرجنا الجميل الله يسعد أيامك. هنحط بقدونس، حلو قوي بقدونس، ونحط يا عم الشيف شوية كمون حلوين عشان مشاكل البتنجان. بالشكل ده كده، حلو قوي، وشوية الملح التمام والفلفل، كل ده على البتنجان. طبق البتنجان ده هنسيب كل حاجة على السفرة ونركز فيه، عايز العيش البلدي، حلو، وألف هنا وشفا. معانا زيت زيتون، ومعانا طبق بايركس، كل الخليط ده ينزل مع بعضه كده بعد ما نغرقه زيت الزيتون بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي، ينزل هنا كده. الله، يلا هنا يا شباب، لا اله الا الله. حلو حلو، نقلب دول كلهم مع بعض زي الفل، فرسان التلفزيون المصري. نقلب دول كده مع بعض، معانا طحينه، اللهم صل على النبي، هي القوام، هي التماسك، طحينه. ويريد تعملي البتنجان ده هو سخن، يعني هو لسه كده فيه الحراره بتاعته، علشان لما تنزلي بالطحينه على البتنجان وهو سخن تديك فليفر وطعم. نحط عصير الليمون ونقلب الطبق الحلو ده كده، معانا من الزبادي نص كوب. الله، بابا غنوج، ونقلب كده. خد التركايه دي بقى وفي سرك، البتنجان لما بتشويه بنعمل خطوة هنا خاطئة، كنت بعملها زمان ما كنتش عارف دي صح ولا غلط بصراحة، بس لما تعمقت في العلم والأبحاث العلمية بدأت إن أنا أعالج بعض الأخطاء اللي ممكن كنت أو الأساليب اللي كنت بستخدمها وأنا شغال في المطبخ. بتكلم كلنا كده، حلو؟ إيه هي؟ البتنجان بعد ما بنشويه ويتشوي ونقشره بنحطه في مصفى. المصفى دي يا عم الشيف بتنزل شوية مية، بتنزل شوية سوائل حلوين جدا. شوية السوائل دول ما ينفعش إن أنا أرميهم. دول كلهم حديد، دول مستودع من الحديد، مستودع من الفيتامينات اللي بيتميز بيها البتنجان. أهم 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 أهم. الكبدة الإسكندراني نعملها يا ست الكل، وهنعملها إن شاء الله في العيد لكل مشاهدينا بإذن الله. بتنجان معانا جاهز زي الفل، تعالوا نغرفه مع بعض في الطبق. اللهم صل على النبي. إيه التقليبة الحلوة دي يا شيف؟ تاني التفاصيل هنا والنبي علشان ده مهم جدا. بتنجان هرسته بالسطور بالسكينه ما يضربش في الكبه، عايز تفاصيله باينه كده لما اكله استطعمه ويتسلق حلو، وقصدي يتشوى حلو. نزلت بالطحينه، نزلت بعصير الليمون، بزيت الزيتون، الاخضر ده بقدونس، اوعى تغلط وتحط كزبره، بجد والله العظيم يعني هتبوظ الدنيا خالص، هتبوظ الشغل اللي انا بعمله ده كله. بقدونس مش كزبره، وما تحطيش شبت حرامي بيسرق الطعم. حطينا عصير ليمون، بهاراتنا ملح وفلفل وكمون. ايه التركايه بقى؟
ايه الثقافة الطهوية بتقول ايه؟ البتنجان سلقناه او شويناه حطيناه في مصفى نزل شوية سائل، ده الذهب بتاعه، ده الحديد بتاعه، دي المعادن، ده الفوسفور، ده الكالسيوم، ده الزنك، كل ده باخد شوية المية دول لهم قوام حلو كده زي قوام الزيت، بنسقطهم ويكون معانا طحينة اهو، ننزل بالسلطة دي كده اهو اهو. يلا يا شباب، ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب. شوف الكيكة بالجزر، الكيكة بالجزر طلعت من النار، الحلو طلع. تعالوا مع بعض نغرف البتنجان، ندلعه كده واحنا واقفين مع بعض. اه اه طبق ده بقى احطيه في التلاجة زي ما هو كده، ناكل منه وندخله التلاجة تاني، وادعيلي كل ما تطلعيه من التلاجة وناكل منه ادعيلي. اذا رجع ده، اذا رجع فيه من على السفرة خلي بالك. اه اه ايه اللي مخلي له قوام كده؟ الطحينة تنزل على البتنجان وهو سخن. اهو اهو، وكل ما يبرد كل ما يترسم في الطبق ويتقل علينا. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ هغرقه زيت زيتون. اللهم صل على النبي. كيكه انا ضارب عينيا اليمين عليها دي، عايزه شربات، شربات مستكه. اه مستكه مع الجزر حلوه. تحط لها عصير برتقال، والله انت حره. تحط لها عصير رمان، انت حره. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل شربات المستكة وحقوق الطبع لدينا، وبس استخداماتنا له لازم تكون حاجة تناسبه، زي ما عملنا مع بعض دلوقتي الكيكة بالجزر. هتشرب شربات مستكة، نشوفها مع بعض على الشاشة. المقادير كالآتي: طاسة على النار، حلو قوي، أنا عارف ده هي اتشالت من قدامي خالص، حط معلقة سمنة بلدي. أه معلقة سمنة بلدي. أه حلو الكلام حبيبي يا شفيق، بحبك. ونحط المستكة اهو. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده تسيح المستكه وشم ريحتها كده واتمتع فيها كده. اهو اهو الله، سمنه بلدي ومستكه، ايه الجمال ده يا شيف. وننزل بالشربات وفي سرك. اه دلعني بقى، دلعني بقى. اه يا عينيا، اه يا عينيا، اه يا عينيا. هو ده هو ده. اهو 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 اهو، الصوره الحلوه بالمستكه، الصورة الحلوة بالمستكة تتحدث عن نفسها. اه ناخد الليمونة الحلوة دي كده، الليمونة دي كده اهو، ده مستكة وليمونة يا شيف، ده خدنا في مكان تاني خالص. هناخد الشربات الحلو ده كده ونصلي على الحبيب بقى قلبك يطيب، ونرفع المستكة دي على جنب، والشربات ده سخن. انا عايزه سخن. اه ونشوف الكيكة بتاعتنا اخبارها ايه. نجيب سرفيز للتقديم، اللهم صل على النبي. وليكن السرفيز ده يا عم الشيف هو ده. حلو قوي، نقلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ بص لي بعين جريئه، بص وشوف المدفوع فيا. اه لا لسه لسه لسه، ما هقول لك حاجه دلوقتي اهو. بص ايه رايك في الصوره دي كده؟ اه شوف ساحر انا اهو، اي خدمه، دلعك دلعني. هنشربها الشربات بتاعنا دلوقتي بدون ما نقطعها، بس للامانه المطلوب منك حاجة مهمة جدا. ايه هي يا عم الشيف؟ هنحط عليها الشربات وتحطها جوه التلاجة ساعتين زمن، ما تبخليش عليها بالطايم. اه اه وهي سخنة كده اهو، شايفة الشربات بيتشرب ازاي؟ طعم المستكة فين يا شيف؟ في قلب الكيكة. الجزر فين يا عم الشيف؟ في قلب الكيكة. اه من وقت للتاني كده الشربات اللي ينزل حواليها اشربها، اه لغاية لما تشرب كمية الشربات دي، ده مطلوب. ايه اللي هيحصل بعد كده يا عم الشيف؟ لما تحطها جوه التلاجة ساعتين من الزمن وقت يعني، وتقطعيها هتدعي لي. اه 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 جيبي بنوتك تخش معاك المطبخ، جوزك اجازه النهارده في البيت قاعد ماسك التليفون، تعالى يا حماده تعالى شرب لي الكيكه اللي بالجزر دي كده، عشان هتاكل صوابعك ورايا يا حماده، مش هخليك تمسك التليفون تاني يا حماده. اه اه حماده اللي هو انا، عشان محدش يزعل. اه 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 الشربات خلص معايا. اه اه من وقت للتاني. اه دي لما تخش التلاجه يا اختي يا امي يا خالتي يا عمتي يا عروسه يا بنوته يا كل اللي بيتابعوني على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، هتبقى الطف واجمل في ايه؟ ان الشربات ده هيلبس هيمسك ويبدا ينسجم مع الانسجه بتاعه الكيك. اه اه دي لو اشتريها من بره تدفع فيها مبلغ وقدره. اه الشربات ده ممكن يكون عسل عينيه زي الفل. اه هتقول انا هنهي الحلقه يا عم شفيق وانا بشربها شربات، اشرب شربات نجاحك ان شاء الله، كنت هقول فرحك، كنت اشوفك تاني.
تعالوا مع بعض نطلع صينيه البطاطس بالفراخ. لا انا حريص تقلقش. تعالوا مع بعض نطلع صينيه البطاطس بالفراخ. ليه بالفراخ؟ ليه في راسك بالفراخ يا شيف من ساعه ما كنا بنسجل اللايف؟ صينيه بطاطس باللحمه. اللهم صل على النبي. لا 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 ده هنا في كلام كبير قوي. ده البطاطس تحس ان هي واخده شكل. لا لا الصوره دي لازم نبص عليها كده الاول. نشيل ده كده. اللهم صل على النبي. ونخش بقى كده اهي. يلا ايه الحلاوه دي؟ اهي اهي يلا. لا راهن بقى على البطاطس دي، راهن هتاكل البطاطس والله العظيم وتسيب اللحمه. البطاطس تلاقيها بسكوته دلوقتي. شفت البطاطس طالعه حمرا ازاي؟ لو انت حطاها نيه في نيه يا استاذ رحاب زي ما قلتي، طبعا المدرسه دي ما تختلفش عليها، ولكن الطعم هنا هيبقى مختلف. نبص على البطاطس اخبارها ايه؟ نروق الدنيا كده الاول. معاها الطماطم. بس للامانه هقول على حاجه عشان ده حصل في الفاصل. وانا دايما صريح وواضح. فتحت الفرن عليها في الفاصل وحطيت عليها مكعبين من الزبده. التركايه دي مهمه جدا. مكعبين من الزبده. زبده عاديه بتقطعها وتحطها على وش الصينيه. نبص على البطاطس كده اخبارها ايه؟ لا شوف البطاطس. لا بجد والله بص. لا انا هجيب شوكه ثانيه عشان نشوف البطاطس استوت ازاي. عينيا. بس انا هنجيب طبق بس هي بس انا عايز اوريها للساده المشاهدين اهي. لا شوف البطاطس. لا شوف البطاطس. شوف طريه يعني. بص شوف اهي اهي. انت لو حطها نيه لو حط نيه هتنزل من على الشوكه والله العظيم. لو حطها نيه مستحيل بهريه بس مرمله. لو حطها نيه يا اختي والله ما هتستوي. لو حطها نيه زي ما هي. خلي بالك ما كل واحد فينا له مفتاح. الكلمه الحلوه مفتاح لاي حد. الطيبه في الكلام مفتاح لاي حد. البطاطس ديت دخلتها ايه ومفتاحها في ايه؟ ان انا اديت لها صدمه بخاريه على النار، انا بسميها صدمات يعني، ميه مغليه فيها شويه ملح شويه فلفل وحطيت البطاطس فيها لمده دقائق معدوده لغايه لما تغلي الميه، بشيلها برصها وادلعها في قلب الطبق سواء بالفراخ او باللحم. فالبطاطس تلاحظ كده اهي، اي بطاطسيه تيجي على قدام عينيك اهي، شفت اهي مقطومه على طول اهي في ثانيه اهي، الف انا وشيف قليل اللي ياكل، مستحيل طبعا كانت تستوي في التايم بتاعنا لو احنا مدخلينها. رؤيا فن ابداع النهارده من قلب المطبخ المصري ولكن بمدرسه المغازي ومدرسه امهاتنا اللي بنقبل ايديهم واياديهم. وفي الايام المفترجه عايزين دعواتكم وعيد الاضحى المبارك لنا مفاجات باذن الله. رؤيه وفن وابداع يا عم الشيف من ماس بيروت.